اهلا بيك. النهارده هنتكلم على التايبنج فيتشرز اللي موجوده في ويندوز 10 الجديده، او اساليب الكتابه. هم اضافوا مميزات جميله جدا ومبهره. خلينا الاول بس نفعلها. هندخل على الاوبشن ونختار ديفايسز ونختار تايبنج. في هنا كذا اختيار هنختارهم سوا ونقول كل واحد بيعمل ايه. autocorrect misspell words، ده بيصحح الكلمات الغلط اللي انت كتبتها. يعني لو في انت كلمة انت كتبتها غلط فهو بيبدأ يصلحها هو. وفي highlight misspell words، يعني علم لي، اعمل لي مارك كده على الكلمة اللي مكتوبة غلط، فبرضو دي حاطط عليها صح. يعني الاتنين دول مفعلهم. دي حاجة جميلة. show تكست suggestion، يعني اظهر لي اقتراحات الكتابة. هوريها لكم دلوقتي، بس حط عليها حاليا تك، خليها مفعلة. هنا بيقول لك add space after I choose suggestion، يعني لما انا اختار اي اقتراح من اقتراحات الاكمال التلقائي ضيف انت مسافة، وده طبعا شيء منطقي جدا، فهنحط عليه برضو تفعيل. add a period after I doubled space bar، يعني ضيف نقطة لما دوس على السبيس مرتين اتنين. دي برضو مريحة جدا في الكتابة وبتسهل عليك حاجات كتير. ودي show text suggestion as I type، يعني اظهر لي الاقتراحات وانا بكتب، فبرضو هنقول له موافق على دي. ودي بيقول لك صحح لي الكلمات اللي انا بكتبها، autocorrect misspelled words as I type، برضو هنحط هنفعلها. دي بالنسبة للناس اللي بيكتبوا لغات كتير. مالتي لينجوا تكست برودكشن، يعني بمنتهى الاختصار اللي هو بيشوف اللغة اللي انا بكتب بها ايه، وعلى اساسها بيديني الكلمات. فدي حاجة من الحاجات الحلوة اوي اللي انت ممكن تحطها. وفي هنا حاجة اسمها مور كيبورد سيتنج، ندخل فيها. في اختيار هنا جميل جدا، let me use a different input method for each window. يعني ايه الموضوع ده؟ الميزة اللي احنا استنيناها في ويندوز 10 من قرون، يعني من اول لما اخترعوا الويندوز من ايام اكس بي. لو انت فاتح كذا تاب، نفترض دلوقتي انت مثلا فاتح ملف وورد بتكتب فيه مثلا باللغة الانجليزية حاجة معينة، وفاتح جنبه الشات مثلا بتسأل واحد صاحبك على حاجة، انت بتحل الهوم وورك بتاعك او حاجة زي كده. فللأسف بتحتاج دايما ان انت تغير ما بين اللغات في كل حاجة. انا رايح للشات بدوس Alt Shift عشان اقلب اللانجوج واكتب، وارجع تاني للكلام Alt Shift عشان اقلب، وهكذا وهكذا وهكذا. وطبعا الموضوع بيبقى بيلخبط جدا وبيبوظ لك الاختصارات بتاعت الكيبورد. يعني مثلا لو في حاجة Control P مثلا بتعمل Play، او مثلا كنترول ان بتعمل نيكست في مشغل الموسيقى بتاعك، فانت لو رحت وانت بتكتب عربي عليك ودوست كنترول ان مش هيفرق معاه في اي حاجه ولا هيتبع. فالحل ان الاختيار ده بيقول لك ايه، let me use a different input method for each window، يعني خليني استخدم لغه لكل ويندو. يعني ممكن ابقى في المتصفح فاتح الفيسبوك بستخدم اللغه العربي، في مايكروسوفت وورد بستخدم لغه انجليزي، وفي حاجة تالتة بستخدم لغة تالتة. كويس. وهنا الايموجي بانل بيقول لك don't close emoji window after I choose. هنتكلم على الايموجي ويندو دلوقتي وهوريه لك. بس ديت لو انت عايزها، بيقول لك لما تختار وجه من الرموز التعبيرية ما تقفلش الويندو. يعني انا ممكن ابقى اختار واحد تاني لو انت من الناس اللي بيستخدموا الايموجيز بشكل مبالغ فيه. فخلينا دلوقتي نفتح النوت باد ونكتب شوية ووريك الموضوع. مثلا خلينا نكتب زي ما انت شايف، لما انا كتبت اتش جاب لي كلمات هنا ممكن اكتبها، ممكن استخدمها او اي حاجة. ثانية بس اجيب الماوس عندي كده. بص، ممكن تختار اللي انت عايزه. انا عايز هاي،
شايف بيتوقع ايه الكلمه اللي ممكن تعملها. يعني انا قلت هاي، فهنا الحاجات اللي ممكن احطها في بيبي، بيبي مثلا ممكن جيرل، ممكن هاو، ممكن حاجات كتير جدا. ار هاو ار يو دوينج. اه شفته، اكملت القائي من غير ما اكتب ولا حرف، فدي جمله كامله. هو عارف ان في ناس بتكتب الجمله دي، ودي جمله شائعه ان انت ممكن تكتبها، وانا بكتبها كتير، فعشان كده هو بالتالي ذكي جدا فلقطها فجابها لي. هاجي هنا مثلا، كويس انا كتبت دول في شات او في اي حاجه، عايز اضيف المستعبريه قبل كده. لا قبل، ممكن بتدوس على زرار الستارت والبيريود او النقطه، شايف كمية قد ايه، كمية ايموجيز قد ايه. خليني اسيب لك عندك كذا حاجة، سمايلي فيزز اند انيمالز اللي هي الابتسامات، الوجوه يعني الوجوه التعبيرية والحيوانات، وعندك حاجات كتير جدا ممكن تقدر تستخدمها. خلينا نجرب اوريك الموضوع ده بيتم ازاي. الميزة هنا لو انت من الناس اللي بيستخدموا قراءات الشاشة، فالوجوه دي كلها بتتقري بقراءات الشاشة. يعني عندك الاكمال التلقائي ده بيتقري بيه حاجة زي NVDA او جوس مثلا، او حتى الويندوز ناريتور، وكمان كل الوجوه التعبيرية دي ممكن تتحط. نفس النظام لوحة المفاتيح بتاعة الموبايل بالظبط. كويس، مثلا انا مختار ده اهو، ده الحاجة اللي أنا كنت بقول لكم عليها. أنا دست، يعني أنا جيت دلوقتي كتبت، يعني اخترت كذا ايموجي مع بعضهم، كويس ما قفليش التاب. لو أنا ما كنتش علمت على الصح اللي أنا قلت لكم عليه كان قفله، كويس يعني بعد ما اختار أي شكل أروح قفله. فأنا لو دوست كنترول أو على أي زرار في الكيبورد هيروح قافله لي، ده أحسن طبعا بكتير زي ما أنتم شايفين. فدي حاجات بسيطة طبعا، يعني واضح ان انا بستخدم النوت باد، فده اكتر حاجة بيسك في الدنيا، يعني ابسط حاجة. لكن طبعا انت ممكن تستخدمها في جوجل كروم وانت بتكتب، ممكن تستخدمها في اي حاجة في الدنيا، حاجات كتير جدا بقى. يعني انا في تطبيق الماسنجر انا بستخدمها عندي عادي، وبستخدمها في الوورد، وبستخدمها في كل حاجة، والموضوع جميل جدا. يعني لازم تكون محدث للنسخة الأخيرة من ويندوز 10 عشان تقدر توصل للموضوع ده، طبعا النسخة الأخيرة في وقت التصوير. لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك يا ريت ما تنساش تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو عندك أي سؤال أو اقتراح يا ريت تسيبه لنا في تعليق، وشكرا على المشاهدة.